لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نمان مدحنا قرنك يا هرطن فردا يو مدحنا ككليمي والرد عالمي يو مدحنا كردوني يقولون كيمي هيدا محلي قايا فقالسان كتفاعة مورد برشادة وارتشارك تكالي هيدا هتشكولي حيمي كرصورك يا هيدا كردوني أسوأ قيب كالي هذه UN يهين يا هذه الناشئة الجوعة يهين يا هذه قوة كلها عارف يا عويبة يهين آدي يا آد بارد السلام يا محلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كديم حنقول بهذا قيا كوميشن أو بنسان كاركا إن نقصوا برتقادين إن كاركا يبقى الله كل من وين قيمة بلن عيسو قبل تابين يجو هو جامعي دمان فعياش والإنسان كا جود أمام من كارن أمام كارن أمام من كارو هذا سمعت هذا كما مورد بشرها هذا هذا ما هذا أينا واحد كلو عن لنا هو مهم وكلنا هذا قيمة بدن إلا بصو وبدأ هذا منها نحل جد سبب قوة شيء قوة قيمة بدن إن يكون إنسان يحجته وحويا وحقوق ليس إلى حيث وقفت ولد شا الى هيبان القران كي نوكو شاغي وحان ويلي ولقد كرمنا بني ادم وحملناه في البر والبحر وحان كرامين الى ادم بركا الى هي مو كل ريبي حتى مو ورن وحان كرامين مسلم كبو ورن وحوري ابن ادم لو دبان كرام بركا دول كي غير كان وان مو فخرنا ويجي وشخرين وحان لو شي جوغا بركا تاس وحي كتسيسا إنسان فينا كرامة كوالد يهين إلى هنا وكشرفي هنا إنسان يهين أو ابن آدم يهين أي كش لغو شرفي حقوق الله إلى اليوم وحويا معها محيدين شيء عدو دنا معها وحن هل قادرين ندرس دعوة حقوق الله إلى اليوم وحن تنو تحي قرن كوردا وحن على مدو تحي هذا دركتوا مال حقوق الإنسان كله احترام يوم أما اللي إلعالينا هيو وحي علامته تهي ومتشكتا إنت إنو حقوق إلعالينو أيهي قرن بدينو لتشريسا مركا حقوقو ويفرن بدين ودين عيكا لدوان بيهين وحانا تهاتو سعلاوا دستور كينا جوامان لان وحا ترى تشابتر دان ووكاقا هذي حقوقا وليلا حقوقا أساسيكا مكا حقوقا سيبا حريات كا كميدا أما حرية القول كا هادو أما حريات كا يسويماتي كا يو شرركا ورورين لسما يستو حريات كأساسية وحكى لو كذا يا حريات كأنا هين قوة مدنية جي سياسية إيه دقن كدقالها هي برشدة أو إيه إن تعليل له رو إن بيل له رو إن ميل تقل له رو إن قري له هيدا له رو حقوقها هسي إن تبى دستور كأنه كذا يا وحنا كنتو سياسة ولبا وح هالك أنت ما ميا الدنيا ده ودمه ده وين عالم كه نظام كأنه كله له بدن كودا حقوقها سي دستور كو متشران اما واحد اما وابيل كله لكن انغا دستور كله كلي ودمدي دوان دستور كسمي كينيا اي قارب دري كبيدي هي باي دلميدا لكن انغا تشابتر كبيدا دستور كوي واي ددكني اصل كودي وحي كيمادين ديباتوين بي كيمادين دولده ديكتاتورا عبرين بي كيمادين وحا مكا لو دغالمي اما دولدمدا لو ديستاي ان حريات لها اني ددكو دريمان أو أي هلان حي هيدي إن الحرية هي وحكروا يدنا لك مبارمانا وحكرا الدولة دور نقالة هايستا ودد كود النرول في عن هايستا وإن قد دخل في عن وبتروليو هولا بدل ليهين لكن وام حي حدا يمان توحي كمان لهاين نرولش إنه كنا له سواء طوع وحي يقول قال سنابي لي أو أما حرية دي هذا الكا أما تي سياسة دا أما تي حي هيدي إن وحدة الإعلان أما تين نورانشا هو ريتش هو قني واحد كستور دغاله ويهسته هو نوري ويدركين لكن يقولون دين عقله وحانه هيسن ما هي هيداي حريات بدنا إنه هيسنه ما كان كا واحد حلو كجرنا هنا هنا إنه حرية ودم بدنا عالم كا كافي عنها يينا ما هي هيداي وده هيسنين حر حيالي هاي إنه بحنا لكن إنه كافي عنها هاي إن يدنا وامد إن دولة بدنا بعدين شراء واحد كلو يدنا عن تمام يا dadka xuquuq qalsaaga difaaca ama qaar dawli ah noqdaan ama qaar gaar ah noqdaan waxay xooga saaraan xuquuqdaha civil and political rights
حقوقها سياسية أمام مدنية وواحد ذلك يسيقوا آج لو دفاعيو صحافة حرية القولك سياسة إن لغا قيب قلو دورو شو إن حرين دعان لكن واحد كله ذلك يسا حقوقه دقن دقالي يبلشو إلا طيعي مركا حقوقها وحبرشدة يدقالها يشقابورك يميلا لقلو يتصالا ودخينو كالي ما أنت قفنا ما كري كرو للوهو يدو شغيرو كري كريستو ما أودي كرو meelo ku noolaado ma heli karayo looma doodo waqti dheeraad la ma siiyo waxa xoog loo siyaa siyaasada saxaafada xurriyadda qolka oo loo baahan yahay laakiin dhinaca kale waa la dayacay sababtu waa maxay ana idin sheegay xuquuqda insaanka maanta moodanka ee caalamiga jira waxa liidka xilligiisu bilaabmay wuxuu ahaa kontomaadkii sodomaadkii afartanaadkii kontomaadkii lixdamaadkii markii uu socday waxa loo yaqaan een maxay hayday xurriyadkii loo dooray markay adoomaysiga lala dagaalamay Mareykanka kale ama wadamada badan lala dagaalamay NGO-yadii ama dadkii kacay Human Rights Watch iyo Amnesty International ay ka mid yihiin xuquuqihii markaa jiray baa ahaa xuquuqo siyaasadeed iyo madani dabeedna iyaga saameeyay halkii uun baa laga wadaa ee saameeyay bay inaga inagu yeeshay dawlado fara badan oo bariga 60-kii 40-kii 50-kii xuquuqaha taagna waxay ahaayeen in adoonsiga lala dagaalamo in loo sinaado meelo dhan baa jiray oo dadka badoobay aanay gali jirin dabeedna tii uun baa dabada la haystaa tii uun baa socota NGO-yadaas caalamka saameeyay iyaga dhaqaale badan siiya dabeedna saameyn bay ku yeesheen dadkeena inagana xuquuqda difaaca laakiin haddaad u fiirsato magaalada Hargeysa xaafada State House-ka la yiraah ama IDBs-ka kale ama meelaha kale dadka danyarti ku nool yihiin xuquuq dhibaatooyinka ka jira in attention la siiyaa way yartahay bal imi ka xafada istaa iska maga daagto malaayiin baa ku shaqala malaayiin baa ku tacliila intaas oo caruur baa ku curyaanta waana million qof intay leegto wadiga arkay meelo badan oo IDBs ka meelo dan yurto galaan baa kamida looma doodo attention badan lama siiyo waxa kamida imi ka disability ga waa ka in la hadlayay ururada forumkaas way jiraan urur badan oo dooda laakiin inta la siiyo saxaafada ama la siiyo siyaasada ama la siiyo xuquuqaha kale siyaasada iyo madaniga lama siiyo xuquuqaha dhaqan dhaqaale iyo bulsho asalkoodii horena halkaas uu ka yimid halkaas uu ka soo jeedaa marka waxa loo baahan yahay inagana maanta waxaynu u baahanahay inaynu xoog saarno xuquuqaha dhaqan dhaqaale iyo bulsho oo looga baahi badan dadkeenu boqolkiiba inta badan waa bilaa amal wax boqolkiiba caruurta inta badan ma waxbarasho tagin abaarihii waxay sameeyeen barabax intaas oo kun oo qofba xoolahoodii waayay oo magaalooyinka soo galay oo IDBs IDBs meelay hooydaan la oo aan cunto haysan oo aan waxba haysan xoolahoodii waayay oo beerahoodii soo waayay oo magaalooyinka soo galay marka waa inay iswaydaarino dadka xuquuqda u dooda waa inay iswaydaariyaan waa inay tan xoog saaraan tan kalena waa loo baahan hadii xurriyad la waayo ama in siyaasada loo sinaado la waayo ama waxay heleen in la isabaablo urur la sameysto la waayo lama noolaanayo waana very important in la ilaaliyo weeyaan hadii kale dawladdu ma jirayso in la isdaliilo weeyaan in dawladdu sidoo kale waxa loo ogaado weeyaan in saxaafada la difaaco weeyaan laakiin tabulshada iyo dhaqan iyo dhaqaale ayaa ka miibsan maanta dadkeena oo uga baahi badan yihiin oo aynu uga baahi badanahay marka taasina waa mid aan iyaga la tilmaamayo oo lagama maarmaan inay ku baraarujino qaranka hadda xuquuq maqashaan ururada imika commission oo kale iyo ururada xuquuqalisaanka u dooda maxay sameeyaan iyagu waxay sameeyaan wacyigelin awareness and advocacy laakiin qaranku muxuu sameeyaa hay'adiisa kala duwan hadduu garsoor yahay hadduu wasaarad yahay hadduu booliis yahay hadduu hay'ada kale qaranka maxay sameeyaan saddex shaqay sameeyaan inay xuquuqda ilaaliyaan oo protection bixiyaan iyo inay siiyaan oo protection waxa weeyaan in dadka nabadgelyada loo ilaaliyo in security-gooda loo ilaaliyo in hantidooda loo ilaaliyo waa protection baa la ilaaliyaa waxa kale oo qaranku sameeyaa inuu siiyo inuu shaqooyin dadka siiyo inuu shaqo abuur siiyo inuu dhul siiyo inuu biyo siiyo inay meel ay ku noolaadaan fulfil ma bala la taana ta saddexaad ee kale wax weyn in la ixtiraamo respect oo aan dadka xuquuqdooda lagu tacadin oo aan qofka si sharci darro la isaga xirin oo aan hantidiisa laga qaadin in maxay heeday hantidooda loo ilaaliyo la ixtiraamo saddexdaaba qaranka bixiya ururadiina kale xuquuqda ka shaqeeya awareness ana furkasi baa samaysa baraarujinu baa samaysa laakiin qaranka bixiya qaranka xuquuqda difaaca qaranka siiya qaranka ixtiraama marka waxa loo baahan yahay inaynu qaran fiican wada dhisno inaynu qaranka wada dhiirigelino
inaynu qaranka wax ku darno inta uu qarankeenu fiicnaado ayay xuquuqdeenna fiicnaanaysaa waa inay insaan u fahanno taana hadii qaranku aanu fiicnaanin oo aynaan maalgelin samaynin oo qof walba ka shaqaynin oo dadka wanaagsan u shaqo tagin oo hantida la ilaalin oo xuquuqda la difaacin wax xuquuqi ma jiraya waayo xuquuqa ilaaliyaha ugu weyni waa qaranka saddexda shay baan u sameeyaa idin sheegay waxaan kale ururada iyo waxaan oo dhami awareness and advocacy bay sameeyaan iyagu ma bixiyaan protection ma siiyaan yaa nabadgelyada ilaaliya yaa shaqada abuura yaa biyaha la doonayo inay siiyaan waxaasoo dhan weeya laakiin ururadu way ku baraarujiyaan shaqadaasi ay wadaan way fiican tahay waddankeenuna aad buu fiican yahay qaranku waa inuu saddexdaa shaqo ku dadaalo innaguna waa inaynu muwaadiniin haddaynu nahay aynu qaran fiican dhisno hor u socodsiino ka wada qayb galno markaasaynu xuquuq fiican helayna ururada xuquuqalisaanka u doodana waa fiicantii markaa u doodaysaan xuquuqda madaniya siyaasadeed waa lagama maarmaan xoriyatulqowl waa lagama maarmaan siyaasadda in loo sinaado waa lagama maarmaan in laysu yimaado laakiin waxa dayacan oo loo baahan yahay in laga hadlo xuquuqda madani xuquuqda dhaqan dhaqaalo iyo bulsho shaqaabuurkii noloshii meelihii la gelayay dhulka qaaliyoobay dhaxanta dadka minoritiga dadka yaree dhibaataysan qofka aan meel haysan caruurta dabirjiifka ah dhalinyarta tahriibaysa arrimahaasa ah xuquuqda bulsho dhaqan iyo dhaqaale waa inaynu taa difaacno oo taana aynu xoogga saarno oo idintaagun ku mashquulin ee taa kalena inay la timaadaan baa waajiba waxaan kaga soo kaga baxaya hadalkaygii qarankana waa inaynu garab istaagno qaran fiican unbaa xuquuq fiican keenaya haddaanu qaranku fiicnayn xuquuqda la helayaana way yaraanaysaa waa in la wanaajiyo waa in dhaliisha iyo wixii tusaale iyo talena waa in loo soo jeediyo in laga habrado maaha laakiin waa in la dhiso oo laga qayb galo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaya halkan yuusuf ayaan uga mahadnaqaynaa anigoo ku hadlaya afka garsoorka certificateka ay sheegeen inay noo siiyeen maxay haydey waxqabadka ay garsoorku sameeyeen keligay maaha waxaan ku hadlaya afka garsoorka oo dhan maxay haydey shaqada ay qabteen anaa maanta matalaya shaqadana iyagaa qabtay anigu waan ku hogaamiyey marka hadday garteen oo urur caalami oo u n oo kii xuquuqalisaanka ilaalinaya ay arrintaa garteen aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa waananu soo dhaweynaa markaa aad ba u salaamatiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.